فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أنا سافرت من الرياض ناو للعمرة، وأخذت جولة ببعض المدن وانتهيت إلى جدة، فقمت بالإحرام من جدة، فما الحكم في ذلك؟ إذا مشيت من بلدك تريد العمرة فإنك تحرم من الميقات الذي في طريقك الذي تمر عليه، ولا تذهب إلى جدة أو إلى مكة وأنت غير محرم، لا تتجاوز الميقات وأنت تريد نسكا إلا وتحرم به، بهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.